هديمة الشرف ما جابت لنا غير العار، غنعطيها درس عمرها ما غادي تنساه. هاد الكلمات المخيفة اللي انتقتها الحمات باتشان قدام ولدها واللي هو الزوج نتاع المعينة بالأمر وضحية قصتنا الليلة، وأيضا قدام ولدها الآخر ومرته صوربي. قضية الليلة ديال عائلة هندية اللي كتسكن في بريطانيا واللي فيها الحمات كانت مسيطرة على كل شيء في الدار، واللي خلفها أو لا خلف الأوامر ديالها كيكون عنده عقاب عسير. في نظركم شمن جريمة ارتكبت؟ علاش وكيفاش واش تعقبت؟ ما تمشيو فين وبقوا إلى الآخر باش تسمعوا تفاصيل هذه الحلقة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. محبي القضايا والجرائم، عرفت بلي انني عندي عشاق هذا النوع من الفيديو. عندي لكم قضيه اليوم بدلائل وصور، وباش تعرفوا راسكم عزيزين عليا راه واخا راني مريضه وحالتي حاله، راني درت مجهود كبير باش ندير لكم فيديو ديال اليوم حيت كتقولوا لي ما تغبريش. قبل ما تبدو هذه الحلقه سيروا جيبوا شي زريعه ولا شي كاوكاو حيت الصيف هذا، واجيو تسمعوني لنبدا. أجيو نمشيو مجموعين لسنة 1971 اللي في هاد السنة غادي تولد سورجيت في مدينة كونفيتري بريطانيا وسط عائلتها. هي واحد البنت من أصول هندية، لما دارت 16 سنة في 1988 غادي تقدم لها سخضاف باش أنه يتزوج بها، واللي حتى هو من أصول هندية واللي كبر منها بعشر سنين، إذا عنده 26 سنة، واللي كان شافها مرة واحدة في واحد المناسبة. هي رفضات سورجيت حيتاش كانت باقا صغيرة، وهذا أمر عادي، يلاه عندها 16 سنة يلاه غتدخل في مرحلة المراهقة. المهم العائله ديالها غادي يبزعوا ليها حيتاش في المنظور ديالهم هذا الزواج غادي يكون استقرار لها، خصوصا في بلد منفتح. عائله سخضاف وسورجيت بزوجهم من السيخ اللي هما من اصل بنجابي غتزوج به وعاشت معاه في دار عائله راجلها، وهنا فين غادي تبدا تفاصيل مخيفه نتاع قصتنا الليله. في هذا الدار كانت الام باتشان اللي هي اللي مسيطره على كل شيء واللي هي اللي دايره القوانين باش غادي ديك الدار. كانت الام كتعامل مع سورجيت بحال شي عبيد، كان خاصها تنظف وتطبخ وممنوع عليها باش انها تخرج من الدار الا بالموافقه ديال هاد مولات الدار واللي هي حماتها. تخيلوا كان ممنوع عليها ايضا باش انها تلبس الفساتين او لا تحط حتى الميك اب، ممنوع تدير شي تسريحه في شعرها. واذا جاب الله هاد سورجيت اعترضت على شي حاجه قالتها لها حماتها، فهاد الاخيره كتمشي لعند ولدها سخضف وكتشكى ليه، وهو تيجي كيضربها باش تولي كتادب مع امه. قمه العبوديه، كان ديما سورجيت كتغوت وكتبكي وكترجاهم، ولكن حتى شي حد ما كيرحمها. هي بدورها لما كانت كتمشي كتشكي لوالديها كيسكتوا وتيقولوا لها بلي انك خاصك تسمعي الكلام ديال راجلك، وهذيك راه امه ومن حقها حتى هي، وما خصكيش تعرضهم على اي حاجه. وكنظن بلي انه هذا النوع ديال الافكار عندنا حتى في المجتمع ديالنا العربي. المهم من بعد سنه ديال الزواج ديال القره غادي يتزوج خو راجلها اللي سميتو ديف من سوربي، وحتى من هاد الزوجه الجديده غادي تولي كتعاني من نفس مصير سورجيت، وما كانش من حقها انها تعترض او لا تقول لا على شي امر قالته حماتها. حتى هي كانت كتنظف تطبخ وممنوع تخرج الا مع راجلها. في الاخير استسلمت سوربي للقوانين ولات كدير داكشي اللي تيطلبوه منها. اما سورجيت رفضت باش انها تستمر في هذا الزواج وتكمل حياتها وسط هاد العائله واللي كانت كتضرب من قبل راجلها، واللي كفت من هادشي كله حتى الام ديالو ولات كتضربها. كانت هاد سوربي كتسمع الغوات نتاع حماتها مع سورجيت اللي كتغوت عليها وكتسبها وكتضربها، ولكن ما كانت تقدر تقول حتى شي حاجه كيف قلت لكم، لان هاد الحمات كانت صعيبه وعندها دور كبير في هاد الدار. كانت هاد الاسره كتعيش في زوج ديال الديور اللي شراوهم ولصقوهم مع بعضياتهم، ولكن خرجوا من هاد زوج ديور باب واحد ديال الخروج باش هاد الحمات ما يفلت عليها والو وتولي تراقب اللي داخل وحتى اللي خارج. اما الغرف ديال الازواج اللي هما في الاصل خوت فكانت قريبه من بعضها. سورجي كيف قلت لكم بغات تطلق، ولكن للاسف غادي تلقى راسها حامله وغادي تبدل هاد الفكره وتقول نصبر على ودي تاع الشيء اللي في كرشي يقدر يتصلح الحال نتاع هاد العائله. سورجيت دوزت فتره الحمل ديالها وهي تولد، ولكن للاسف هذيك الام او الحمات المسيطره بدات كتاخذ منها ولدها وكتمنع سورجيت من انها ترضع طبيعي ولكن صناعيا. هاد الحمات كانت بحال شي سم في هذيك الارض، كتحكم حتى في الوقت فاش كياكلوا هاد الاطفال ديال سوربي وحتى ديال سورجيت، كتحكم لهم في الوقت ديال نعاسهم. حتى بداو تيحسوا بانه حياتهم ولات غاديه بلا معنى، عايشين غير الشقه والكوزينه والطياب وما عندهمش الحق في النقاش او اللي يعطيو شي راي. كانت هاد الحمات كتديهم معاها جميع المناسبات، وحتى هنا ما عندهمش الحق باش انهم يرفضوا، ما كاين غير سمعا وطاعه. وها هي سورجيت عاوتاني غادي تولد ولدها الثاني،
وهنا بدات القوانين غادي كتزير، ولكن سورجيت هذه المره غادي تقرر ولاول مره باش انها تكسر هذه القوانين ديالهم. غتمشي باش انها تدفع باش تخدم في مطار هيثرو، ومشات قطعت شعرها، ومن بعد ما قبلوها لبست الملابس العمليه، دارت الميك اب، ولات كتخرج مع صحاباتها. كاع داكشي اللي كان ممنوع هي تفرقعات وخلفاته. شكون هي باش تجرأ وتكسر قوانين المملكه ديالي؟ هادشي اللي كتقول لحمات. ولكن مع الضرب نتاع راجلها ومحاولته ليها باش انه يمنعها، بدات سورجيت كتهددهم باش انهم كتطلب لهم طلاق وبلي ما بغاتش تعيش معاهم. كانت سورجيت تسحب ليها بلي هذاك الكلام اللي كانت كتقول غادي يخرجها من ديك العبوديه اللي كتعيش فيها مده طويله، ولكن ما عرفتش بلي انه نهايتها راه قربت، ولكن بشكل مخيف. فكانت زوجة الاخ الاخر اللي عقلت عليها اللي هي سوربي كتشوف كل شيء اللي داير بها، وما كانت تقدر دير حتى شي حاجه حيت الخوف من هذيك الحمات سيطر عليها، وبلي ما بقاتش فايده في حتى شي حل. واحد النهار بالليل غتجتمع الام والحمات مع ولادها بزوج، وكانت معاهم سوربي، وقالت وهي معصبه الحمات هذيك عديمه الشرف غادي تخلص غالي على في عائله، وكان وعدكم ما جابت لنا غير العار وراه ما بقى ليها والو وغادي تموت. سوربي تعجبات من هذاك الكلام ويسحب ليها بلي انه غير غضب دايز بحال ديال اي واحد، ولكن ولادها بزوج ما قالوا حتى شي حاجه حيتاش هذيك امهم وعندها الحق دير اللي بغات. من بعد شهر وبالضبط سنه 1998 غادي تعيط الحمات على سورجيت وهي ما حاملهاش، وهي تقول لها راني غادي نسافر للهند لواحد العرس نتاع واحد الشخص من عائلتي وبغيتك انك تمشي معايا. قالت لها انت يا مرت ولدي الكبير ومن الواجب باش انك تكوني معايا، وكان وعدك كيف غادي نرجعوا من هاد السفيره غادي تطلقي من ولدي وتمشي حره. قالت لها راه قطعنا لك واحد البيي وجدي راسك باش انك تمشي معايا. بالفعل سورجيت يسحب ليها بلي انه اذا مشات لذاك العرس من بعد غادي تولي مطلقه وحره من ديك حياه العبوديه. فعلا مشات كتوجد باليزه ديال السفر وسلمت على سوربي. سوربي ما كانتش مرتاحه ومقلقه ومتردده، وحاولت باش انها تهمس لسورجيت شي كلام في ودنيها، ولكن الخوف ديالها من الحمات غادي يمنعها وما غتقول ليها والو. للاسف ودعتها بالم، وكانت عارفه بلي انه هذه غادي تكون اخر مره غتشوفها. غتسافر الام مع سورجيت للهند وخلات ولادها لراجلها وغيستقبلهم خو حماتها. من بعد غادي تحضر سورجيت لزوج حفلات، واحد العرس مع الام اولا الحمات، وكان باين عليها بلي انها ما حزيناش وحاولت تظهر بالفرح هي وكانت حدا حماتها. كانت سورجيت كتعيط لصحاباتها وكتعلمهم بلي انها حجزات واحد التذكره باش ترجع لبريطانيا بلا حماتها، ولكن للاسف ماشي هادشي اللي غادي يكون. هو صراحة ما عرفناش علاش دارت هاد القضية، واش حسات بلي شي حاجة ماشي حتى اللي هي غادي توقع، أو لا اكتشفات شي حاجة اللي خلتها أنها تقرر ترجع بلحمتها، الله أعلم. المهم بالضبط في 14 ديسمبر 1998 غتحضر سورجيت العرس وحدة أخر، وتصورت في فيديو، وكان هذاك النهار هو آخر مرة كيشوفوها الناس، من بعد اختفت وللأبد. من بعد ايام ماشي طويله غادي ترجع الام لبريطانيا وغير بوحدها، ولكن سورجيت ما رجعتش. سوربي تشوشات وتجرأت باش انها تسول الحمات وراجل سورجيت، ولكن ما جاوبوهاش، وعاودت السؤال المره الثانيه، وهي تشوف فيها الحمات وهي ما مسوقاتش، وقالت لها هربت مع العاشق ديالها في الهند. راجل سورجيت غادي يكمل هربت مع العاشق ديالها هذيك الفاسده. سوربيت كانت عارفه بلي انهم كانوا تيكذبوا عليها، بدات كتبكي. داكشي اللي قالت الام في ديك الليله طبقاته، وما كانش غير كلام عابر، الحمات قتلتها. العائله ديال سورجيت غادي تبلغ على اختفاء بنتهم حيتاش ما تيقوش داك الكلام اللي كانت حماتها وراجلها تيقولوه. سورجيت مستحيل باش انها تخلى على ولادها، شحال وهي صابره على العنف والذل والضرب والتهديدات على ود وليداتها. ولكن البوليس غادي يمشيو للهند حيتاش سورجيت هي مواطنه بريطانيا وضروري يبحثوا عليها. غيسيقوا الخبر بالاشاعات اللي تلقوا على سورجيت بلي انها هربات مع العاشق ديالها. البوليس غادي توصلهم مكالمات ورسائل مجهوله في النهار فاش وصلت سورجيت للهند، اللي فيها داك الشخص اللي دار هاد الرسائل تيحضر باللي انه سورجيت غادي يقتلوها، ولكن البوليس ما تسوقوش لهذا الشيء حيتاش ما لقوا حتى شي دليل، وغادي يصدقوا حتى دوك الاشاعات صافي والقضيه غادي تسد. دازت سنوات وحتى شي جديد مازال ما كاين في القضيه نتاع سورجيت، اما العائله ديالها مازال كتقلب عليها وما استسلماتش، وغينوض واحد الفريق من جديد باش انه يفتح هاد القضيه من عاود وجديد في بريطانيا. غيلقاو بلي انه راجل سورجيت
جورجيت غيدير تأمين على حياتها بواحد المبلغ اللي هو كبير النهار فاش اختفت، ولكن مازال ما استعملش داك المبلغ تو سامبلومون حيتاش مازال ما تثبتاتش وفاة نتاع سورجيت مرتو. كانت هاد الأسرة نتاع راجل سورجيت اللي هي واحد العائلة واللي سميتها عائلة باشان عندها واحد السمعة كبيرة ومعروفة في مجتمع السيخ في البنجاب، وعندها واحد الوزن ثقيل كلشي كيحترمهم وكيخافوا من العار او لك يخافوا من انه شي حد يتجرأ ويدوي فيهم بالسوء. 2005 غيفتحوا رجال تحقيق القضيه وغيمشيو يتاكدوا من دوك المكالمات والرسائل المجهوله اللي في الاخير منين غيتلاقاو المصدر ديالها في نظركم كانت من طرف سوربي. كانت سوربي كتعيش بخوف وقلق مستمر على حياتها، هي عارفه بلي انها في خطر، خاصه انها حضرات لهذاك الكلام اللي قالت الحمات في حق سورجيت. في هذا الوقت سوربي عيات صحيا ونفسيا بسبب الخوف والقلق، ولما غيزيروها والديها باش يعرفوا السبب نتاع هذه الحاله اللي وصلت ليها غادي تكشف لهم الحقيقه المفزعه اللي كتمتها لسنوات. قالت لهم بلي انه حماتها اعترفت بلي شي حد من عائلتها غادي يخنقوها ولحوها في واحد النهر بموافقه رجلها. غيتصدموا والديها من هادشي اللي كتقول سوربي ومشوا بها تجريو لعند البوليس. اعترفت بهادشي كله تفاصيل اكثر، اعترفت بالرعب اللي عاشته كل هذه السنوات وداكشي اللي سمعته ديك الليله. قالت لهم بلي انها ما كتثقش في البوليس حيتاش ما عاونوش سورجيت. البوليس غيطمئنوها بلي الشهاده ديالها راه مهمه باش انهم يحققوا العداله، خصوصا من بعد ما اكتشفوا ان رجل سورجيت باح ذهبها، كيفاش غيقدر يكون يوصل ليه وهو كان معاها. من بعد هذه الشهاده غيوصل لسوربي وعائلتها تهديدات، ولكن اتبقى شاده في الشهاده ديالها اللي هي شهاده ضدهم، وغيتحكم على هذه الام بالحبس مدى الحياه. اما الزوج فعطاه 27 سنه، واخا انا صراحه جاتني قليله في حقه. والصدمه الكبيره هذوك اللي قتلوا في الاصل سورجيت راه حرين ليومنا هذا حيتاش كاينين في الهند. هادشي اللي صرحت به وزاره الخارجيه ديال الشؤون في بريطانيا باللي انهم ما يمكنش لهم يتدخلوا في الاجراءات القانونيه لدوله واحده اخرى. اما الوليدات اللي هما الضحيه نتاع هاد القصه كلها، فمن بعد ما تقبض على باهم اللي هو راجل سورجيت غيديهم في رعايه الخدمات الاجتماعيه. واخيرا الجثه نتاع سورجيت ليومنا هذا ما لقاوهاش. وهذه هي قضيه حلقتنا اليوم، قولوا لي كيف جاتكم. وختاما بغيت نقول لكم شكرا على تعليقكم الجميله، على حبكم وعلى طيبوبه قلوبكم، شكرا على كلامكم الرائع وعلى تحفيزاتكم وعلى الاعجابات ديالكم اللي ما كرهتكمش انكم تزيدوا تغرقوني فيها، حيتاش هذا كيخليني باش انني نستمر ونزيد ندير في مجهودات. خليني نقول لكم اي واحد فيكم كيشوف فيا شي حاجه زوينه والله شاهد على ما اقول، ما هي نبعه الا من صفاء قلوبكم وطيبوبه ارواحكم. دعيوا معايا في الخفاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه مقبله قريبا جدا يمكن بعد غدا. سلام سلام.